صباح الخير يا هاني. صباح الخير يا فندم. يا ابي. نعم. ابوس. بوس. انت بتاكل؟ البي موجود؟ ايوه موجود. قولي له. وبعدين؟ قولي له. كلم انت بقى. في ضيوف عايزينه. اتفضلوا، هو مستني حضرتك. ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ تعالوا تعالوا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بتعمل ايه؟ بشرب يا قوي. ايه بتشرب؟ ايه القله فاضيه؟ بتشرب من القله فاضيه؟ حاضر. الله. ايه ده؟ ايه ده؟ فين كله؟ فينك يا نوادر؟ تيجي تشوفي فينك؟ ايه؟ حاسب حاسب يا ابي حاسب. مش تعلوها شويه؟ يا سلام، شايفين العظمه يا اولاد؟ اخر فخفخه. ايه ده كله يا ابي؟ قبحه وفخفخه. عيش يا ملوكي وسلاطين. انا اول مره اشوف بيت بالفخامه دي. دي سرايا يا جدعان. اه اديني النبي. شوف كل بيوت الحراميه الكبار بالعظمه دي. ده البيه ده باين عليه اتقل حرامي في البلد. ايوه. طب بس الاحسن الحرام الكبير وصل. اه قصدي حامد بيه وصل. كل واحد لنفسه، وريني ضوافرك. ايه ده؟ ما قصيتهاش ليه؟ اهلا 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 بالفرسان الثلاثة. اهلا اهلا وسهلا. بيت البيت. اتفضلوا. اتفضل. اهلا 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 يا عباس. اهلا يا ابي. اقعد. اهلا بيك يا حامد بيه. اقدم لك زملائي اللي كلمت سيادتك عنهم. شرفي باشا. قرني بيه. بونجور يا باشا. جيتوا في وقتكم تمام. احنا جينا في تاكسي مخصوص عشان سعادتك سعاده بيه. سعادتي انت محتاج حد. انا احب الراجل المظبوط، الراجل المظبوط في ميعاده يبقى مظبوط في شغله. يا فندم احنا اخر ظبط واخر تمام. على فكرة أنا ما بدخلش حد غريب في بيتي أبدا، أنا دخلتكم أنتم عشان بثق فيكم جدا. مش بقول لكم على ضمانتي. أبي أبي أشكرك أشكرك. أوه ما تتعبنيش لأكرهك أنت. يا فندم الأيام الأيام هتثبت لك إن إحنا أهل للثقة وآخر تمام وآخر خلصت. لازم تقول لهم يا عباس إن أنت بتشتغل معايا من زمان وعارف شغلي، عارفني دقيق، أحب الشغل الصح ما حبش الغلط. مظبوط يا بيه، شغلك اخر منجاه اخر حلاوه. على فكره عمليه الليله دي مش سهله، انا راسم لها خطه ما تخرش الميه. حلو الكلام يا سعاده البيه، سمعنا الخطه بقى. على فكره يا عباس انا محضر لك بدله عسكري على مقاسك تمام تلبسها. ايه ده العمليه بينها ميري ولا ايه؟ طبعا تاخدها وانت نازل، اوعى تنسى. تمام يا فندم. والخريطه دي قدامكم اهي اللي هنمشي عليها. دي اللي هنمشي عليها؟ ايوه. ايه اللي بتعمله يا عباس؟ تعالى. هيمشي يا بيه. دي خريطة العملية. خلي بالكم معايا كويس. ده طبعا شارع عدلي. Thank you.
بصحه العمليه. بصحه العمليه. حريفه وحرفه جيه. دره. شغلين وفرقيه. اداره ودرجيه. ناس هي. هي هي هي. بصحه العمليه. اشرب يا ابي. لا اشرب اشرب سيبه والله. مش غير كاسين اتنين لان اتخم في العمليه. بتقول ايه يا شلل؟ لا لا بردون يعني بيقول نلقي نظره على الشنطه عشان نمتع عينينا بردون يعني قوي قوي. يا حلاوه الشنطه واللي في الشنطه لمت ايديا وحياه عينيا. امسك افتح الشنطه. افتحها. ايوه قال لي افتحها. انا بردون يا اخوانا معايا. افتح. قوم يا ابي. يا شنطة الدهب الصافي تسلم ايدين اللي ملاكي. كله يمسك اعصابه. هنفتتح الشنطة. افتح يا ابي افتح. امسكني يا ابي. اللهم صل على كامل النور. دهب الماز ياقوت. احمدك يا رب. ودعت الفقر يا شلل. بقول يا سعادة البيت الكنز ده فيه كم قرش؟ علم علمك عباس. المهم حطوا الشنطة وتعالوا نشرب في صحة الشنطة. دهب ياقوت الماس سطرية عبس. احمدك يا رب. ودعت الفقر يا شلل. حلاوتك يا ابي حلاوتك. في صحة الأساتذة. في صحة الأساتذة. بوليس بوليس اجري يا بش. ولا كلمة. محدش يتحرك ولا خبي الشنطة. بوليس بوليس كل واحد ياخد له ساتر. بونسوار. صلاة النبي هو لسه حلاوه كده ليه؟ قوم يا جدعان شوفوا الهنا اللي احنا فيه. ايه ده؟ بوليس انا عايز تقبيله. اصبر كل حاجه هتحصل وقتها. بسمة الفنانة العظيمة المشهورة اظن تعرفوها. اوه الا نعرفها طبعا. عندنا تعرفها منين يا بيه؟ اسكت. اصدقائي الاستاذ عباس. عباس اقصر واحد فيهم. الاستاذ اورني اطول واحد فيهم. الاستاذ شلبي اظن تعرفيهم. طبعا هو في حد ما يعرفهمش. اوكي يا بسمة معايا نظام ازايز حلوه جوه عاوز اوريلك ازازه منهم ممكن؟ ماشي يا ولد. براحتك. قهوي قهوي. ايه الهنا؟ هو انا قصرت ولا انت اللي طويل؟ انا عارفه. اخر ده كله ايه؟ انا مش فاهمه يا حبيبتي. انا عامل العمليه دي عشانك يا بسمه عشان ادفع لك كل اللي انت عطيتهولي. انت بس بالك قد ايه بتقولي الكلام ده وبتعطلني على شغلي وبرده مفيش نتيجه. حبيبتي اوعدك ان دي اخر عمليه وهدي لك كل حاجه. ها ايه رايك اروحي؟ بس انا خايفه. خايفه؟ خايفه من ايه؟ خايفه منك لانك حرامي وكذاب وملكش امان. لا 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 هتتعبيني حكرتك. اصحي كده احنا عاوزين نمشي الناس اللي قاعدين لنا دي. يلا وبعدين انا تحت امرك. يلا روحي. لحد امتى هفضل اسمع كلامك؟ انا مش فاهم. اتفضل. اتفضلي يا حياتي. حلاوتك يا شلبي. رايح فين؟ فين يا مسليني؟ يا بدر حبك حبك كاويني. املى الكساف. خلاص يا اوراني وسقيني. اهلا 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 يا ست هانم. اهلا. يا سلام. احب السوبر. يبقى هتقف في الطابور. يعني اشرب يا ابي. اشرب بس كلنا هنشرب. من يد من اعدامها يا ست. اقعد يا ابي اقعد. الله شد. بقول لك يا حامد بيه. ايوه يا ست هانم هتقعد هنا كتير؟ لا ابدا كلها خمس دقايق وهتخش تنام. ايه Thank you.
سلام انت جميلة طعم. كنت هايل، كنت عظيم. بس حكاية السجاير دي كانت هي توالتهم على طول. عشان تعرف بس ان لما احب اعمل حاجة بعملها كويس قوي. بس لعلمك انا ما جيتش النهاردة علشانك، انا جيت عشان عاوز اخد حقي واخلص. بس الرقصة بقى، الرقصة يا جميل هي اللي توالتهم اكتر. المهم دلوقتي هنروح على فين؟ ده شغلي وانا حر فيه. ايه ده؟ الراجل اللي انت بتقول عليه موجود هنا؟ هلوسة؟ في بني ادم في الدنيا اسمه هلوسة؟ ايوه يا ستي، بياخد حبوب هلوسة، اسمه هلوسة. انت لو خدت حبوب هلوسة هيبسمك مدام هلوسة، الفنانة العظيمة هلوسة. يا سلام، ومعقولة هسيب الشنطة باللي فيها مع راجل زي ده يا حامد؟ هتتعبيني حكرهك. يا تعالي بس تعالي. تعالي انت. حامد بقول لك ايه؟ يظهر ان مفيش حد، يلا بينا. ازاي؟ انا متاكد انه مستنيني هنا. مستنيك فين بس؟ هلوسة؟ اي نعم هلوسة. واقف كده ليه؟ بقالي ساعتين مستنظرك يا حامد بيه. خوفتنا يا اخ. ما تاخذنيش استهانم، الاتفاق ان سي حامد يجي لوحده. جيتوا انتوا الاثنين اضطريت اختفي. معلش، حصل خير؟ جبت الامانه سي حامد؟ بكره ان شاء الله. حصل تغيير في خطه التسليم. امال التسليم هيكون امتى؟ بكره زي دلوقتي هنا برضو. انت بتخوننا بيه؟ ده انا ياما حفظت لك امانات. ما تقولش كده يا هلس، احنا بتشتغل مع بعض من زمان. امال حصل ايه بيه؟ اما الميعاد اتاجل، ايه اللي جابك النهارده؟ عشان الميعاد اللي بيننا، وعشان ااكد ميعاد بكره. ولا ايه يا هلوسة؟ عداك العيب يا حامد بيه. تؤمر بحاجه دلوقتي؟ لا كتر خيرك، احنا دلوقتي بقى هنفلسع احنا الاثنين، نتوكل على الله. واوعى تنسى ميعاد بكره، هتتعبني حكرهك. يلا بينا. مع السلامه يا حامد بيه. مع السلامه يا استاذ. الله يسلمك. يا اخي انت هتجنني، ما اديتلوش الشنطه ليه؟ مش عارف يا بسمه، حاجه جوايا قالتلي كده. احنا مش جايين مخصوص عشان نديله الشنطه، وقلت انه هيخبيها عنده وانه هيديها لك وقت ما تطلبها. غيرت رايك ليه؟ الفار لعب في عبي، نظراته ما عجبتنيش كده، فيها غدر. المهم هتعمل ايه دلوقتي؟ احنا لازم نخبي الشنطه دي بمعرفتنا. انا اعرف مكان مش هيعرفه غيرنا. تعالي ورايا. يلا بينا، ما نشوف اخرتها. عشان لا هلوسها ولا غيره يعرف مكانها، انا وبنتي بس اللي نعرف مكانها. مش كده؟ وبعد الامور ما تهدى نبقى نيجي ناخدها. والله ما يتخافش عليك يا حامد. يلا شاحن. ايوه انا معاك، بس عشان اغطيها قوي. عماره واقفه لا بتتبنى بقالها سنه وفاضل لها سنتين عليها حب. يا اخي اهمل، يا انا نايم وانت بتلعب. ايه قوم يا شلت. شلت ايه؟ قوم حامد بيه. حامد بيه ناخد نصيبنا ونمشي. حامد بيه. حامد بيه ايه ده؟ الشنطه راحت فين؟ ايه حامد بيه مش موجود والشنطه مش موجوده. اسود اتسرقنا يا اخوانا، اتسرقنا. قال بيقول علينا ايه؟ الفرسان الثلاثه، قصده المغفلين الثلاثه. الشنطه، شنطة ايه يا ابي؟ شنطة الذهب والمجوهرات. هنسيبه؟ مش هنسيبه. يقنا يا هو في الحتة دي. هنحاوى على السلم. أمال بهارات يا سامي ما صحيش من فوق. أنا طالع أشوفهم أهو. اتفضلي. برقبتي ها؟ خلاص ما تفكرنيش. فكرني يا بهارات. ده
حامد بيه مواصينا عليكم، وهو بديني مفتاح الشقه اللي امبارح. وكان موصيك علينا ولا ايه؟ ايوه يا ريتو يا ريتو ما وصاك. ده قال لي حتى ما اقلقش منامكم واسيبكم تقوموا براحتكم. طبعا ما هو الود ود وما كناش نقوم خالص. لو شفتوه سلموا لي عليه وقولوا له احنا بالخدمه لو حب ياجر الشقه تاني. طيب يا اخويا. هو كمان ياجرها مفروشه ولا ايه؟ امال يعني ماجرها ايه؟ مفروشه كمان؟ ايه مفروشه. يا عيني يا عيني. امسكني يا ابي. ماله استاذ؟ ماله لا 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 مالوش مالكش دعوه. هو كده بتجيله حساسيه من الشقق المفروشه. حساسيه يعني حساسيه؟ يعني بخت ولا حد حس بيه، ما داش طعم الهنا والشقه مفروشه لي. يا ورد يا ورد يا حبيبي يا حبيبي. يلا اخويا مع الف سلامه. شرفتوني. بقول لك ايه؟ ايوه. لو قابلت حامد بيه ان شاء الله وصل له ده. صباح الخير يا هبس. صباح الخير يا رجال. هات الشاي ترمس. مين تاني يا معلم؟ الله مالكم شايلين طاجن ستكم ليه على الصبح؟ حابس حابس زي ما يكون زرعتوها تفاح طلع الجميز. لا طلعت الماس بس نط عليها الغراب كلها وطار. تبقوا مش رجاله. ايوه هو كده تمام. مش كده ولا ايه يا ابي؟ اقعد يا اقعد. احنا اجدع رجاله يا نوادر. الله يخرب بيته زي ما خرب بيتنا. ايه الحكايه؟ هو مين ده يا شالب؟ تخمينا نوادر سرقنا النادل كمان. بتشاور عليا ليه؟ على ضمانتي. ها احنا طبخنا الطبخه وهو كالها لوحده. وطي صوتك يا عبس. يا ناس ده انا هتجنن. ده انا كانس المحل حته حته وحاطط الالمازات جوه الشنطه والشنطه ما كانتش عاوزه تتقفل. حكمتك يا رب. انتوا هتجننوني يا ولاد. قولوا لي مين اللي عمل فيكم كده؟ ايه الحكايه بالظبط؟ واحد حرام اجدع مننا اسمه حامد صبري. لما نفسي تلايم عليه اطبق في زماره رقبته لغايه لما نوصل للشنطه. قول لي يا عبس الشنطة دي بقى فيها ايه؟ اقطع دراعي ان اللي فيها يملى كرتونة على الاقل. حلو. كرتونة يعني ايه؟ يعني مؤاخذة ارنب صغنون. ارنب؟ اه. وقاعدين جنبي تعملوا ايه؟ ما تقوم يا اخويا انتوا اهو تتحركوا. قاعدين ليه؟ قوم اتحركوا. ادينا اتحركنا. ايه اتأخرنا عليكي؟ ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ اتحركنا. بالذمة ليكم نفسي تهزروا وتضحكوا. امال هنعمل ايه بس يا نوادر؟ تبلغوا البوليس عشان ما نلحقش يتهنى بالفلوس. اسلم بوقك يا نوادر. بس اللي فين؟ اللي يدور يلاقي. ايوه. نعمل الاعلان في التلفزيون بعد نهاية الارسال. يا فالح على ضمانتي. الجريمة خطيرة يا رائد بلال. سرقة محل مجوهرات في وسط البلد والمسروقات تقدر قيمتها بحوالي نص مليون جنيه يا فندم. ده حسب تقدير صاحب المحل. حققته معاه؟ طبعا يا فندم. واخدنا البصمات واخدت اقوال. رفعت البصمات يعني؟ ايوه يا فندم فور الحادث. انا فندم شايف ان اسلوب ارتكاب الجريمه بيشير الى حامد صبري الدسوقي. مش بعيد. جايز. انا متاكد ان هو بنسبه كبيره يا فندم. طب اعمل لازم فورا واتصل بيا اول باول. حاضر يا فندم. اي اوامر ثانيه؟ لا شكرا.
ايه؟ انت وقفت هنا ليه؟ لا ابدا، هدخل ال 500 بيت الباقيين دول وبعدين هرجع لك على طول عشان اجيب الشنطه. بس تجيب الشنطه دلوقتي؟ انت مش قلت نستنى لغايه ما الامور تهدى؟ تهدى ايه؟ اتفضلي اقرا اللي في القران وانت تعرفي. لازم ادخل اجيب الشنطه ولازم نهرب على اسكندريه على طول، ومن اسكندريه هاخد اول سفينه وعلى اي بلد لازم نهرب. نهرب نروح فين؟ اي بلد، المهم نهرب قبل البوليس ما يقبض علينا. يقبضوا علينا؟ بس هم عرفوا ازاي؟ يوه بسمع، ما اعرفش، المهم ان صورتي منشوره قدامك في جرانين، عشان كده بقول لك لازم نهرب حالا. انا ما سرقتش حاجه، وانا مالي يا اخويا اهرب انا ليه بقى؟ انا ما عملتش حاجه معاكوا خالص. لا ما انت شكت في كل حاجه، اللي يسرق عليا يسرق عليك. اسمعي انا داخل اجيب سجاير، عايزه حاجه؟ مش عاوزه حاجه. اوكي. ايه اللي جابك هنا؟ ابدا طالعه اسكندريه. تبقى سكتنا واحده. ايوه يا علاء، بس في الحقيقه يعني انا مش لوحدي. ايه يا بسبس، سيبك من الاخ اللي معاك دوت ونطلع اسكندريه نقضي يومين مع الشله. معلش يا علاء. ايه الحكايه؟ مين الاخ؟ ابدا ده علاء زميل. علاء سمينك يقول لك بيزنس ومش بيزنس؟ انا مش محترم نفسك يا اخ؟ انت مين انت عايز ايه؟ مش دي ناس واقفه مستنيه ناس ولا مش مستنيه ناس؟ ناس مين انت مين عايز ايه؟ الله ده انت وحش قوي. بقول لك ايه؟ ما تعمليش اللي عملتي؟ هزعل منك هكرهك من اول ما اشوفك. ايه يا حامد بس مفيش داعي الحاجات دي؟ ايه يا حامد كده؟ يا حامد بس يا حامد. حامد بقول لك ايه؟ يا حامد كفايه بقى، خلينا نمشي يا حامد. ايه ده انت ليك كتاب قوي؟ مش معقول كده بقى، حرام عليك. لا اتفضل اتفضل انت بقى. سلام. مفيش حاجه. عسكري اعمل ايه بس؟ همشي همشي احسن. ولد قليل الادب مش محترم، عاوز يركب الست في العربيه واخدها معاه. يستاهل الضرب ولا ما يستاهلش الضرب؟ عندك حق، انت مواطن مثالي فعلا. اتفضل قدام على النقطة. ليه؟ النقطة ليه؟ عشان حاطط الظابط يقابلك ويشكرك بنفسه. لا مش عاوز. لا 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 كفاية. قسما عصما لازم الظابط يشكرك. لا أقول له بس ده 100% زميل. اتفضل يا الظابط هشكرك. هشكرك. إيه ده؟ اتفضل. عشان كده يا فندم صممت إن أجيبه لسيادتك بصفته مواطن صالح، عارف حقوقه كويس، مواطن أنقذنا وأنقذ سمعتنا الأخلاقية. فعشان كده صممت إن أجيبه لسيادتك عشان تشكره بنفسك يا فندم. مفهوم يا شوش علاء، مفهوم. يا فندم أنا مش عارف أنا موجود ليه. أنا ما عملتش حاجة يعني. شرفت يا سيد حامد. يا فندم حامد صبر الدسوقي مش كده؟ الله. سعادتك لازم كنت معايا في الكلية، أنت تعرفني؟ وكل بوليس مصر من أسوان لإسكندرية يعرفك وبيدور عليك يا حامد. الله، ليه التعب ده؟ عاوزيني في حفلة ولا حاجة؟ أنا ما عملتش حاجة يا فندم. الحكومة بتتهمك بحاجات كتير. اللهم صل على كريم. اما انت رقيب شعلان، الف مبروك ال 3000 جنيه المكافاه من حقك دلوقتي. ربنا يخليك لي يا فندم. ما انا اصلا يا فندم انا خدمت قبل كده في المباحث الجنائيه. انا يا سياده النقيب بشم ريحه المجرمين، عشان كده كل اصحابي يقولوا لي الكلب. الكلب هون. تليفون يا فندم. تليفون سمعت. اتفضل يا اخي. الو. ايوه مين؟ فين الجرنال؟ يا عمي مفيش حاجة، ده انا بمارس هواية المشي. وانا هناك ليه فوق؟ هات الجرنات. اهلا. اطلب الحاج. اهلا يا صديقي. اتفضل اتفضل. دول 3000 جنيه قدامي. اتفضل. لا ممكن ابدا، المكافأة من حقي، من حق القابض على المتهم. بس ده هرب منك يا شعلان. شعلان؟ ايه شعلان دي؟ يا حضرة الصول شعلان هرب منك، وانا اللي لقيته وانا اللي قبضت عليه. ايه يا عبد الرملي؟ انت عايز تشاركي في المكافأة؟ حقي؟ ده كسر حقي. ايه زي بعضه بقى، كسر حقي كسر حقي.
بس انا بقى سياده المكيب هيسلمه لاني، وانا اللي هنزله مصر، وانا اللي هستلم المكافئه. بتقول ايه؟ اوعى اوعى تبوظ. نفسي في حاجات كتير قوي يا شعلان. انا بقى اللي نفسي في حاجه واحده بس يا بدريه. ايه هي؟ نتجوز بقى، نتجوز. الله، ما احنا مخطوبين اهو، ومكتوب كتابنا كمان. بقى دي بقى دي سنتين. لا يا اختي، والثالثه انجرحت، فات منها شهرين كمان. وابوكي مال ابوي؟ محلك سر. اقول له صفا ما فيش صفا، اقول له انتباه ما فيش انتباه، اخر طنوش. وين نازل صفا ونازل انتباه على طول؟ لمين؟ للمهنيه. امسكها من هنا تهرب من هنا. يا رب، انا اخر تمام اهو. يا رب، ساعه عليك نبي تفرجها بقى. ايه ده بقى؟ انا بقى يقوم ابدك. يا رب يا رب نبي يا رب. تمام يا فندم. في ايه يا شعلان؟ انا راكب شعلان يا فندم. ايوه، في ايه يا راكب شعلان؟ وانت مهرب؟ لا يا فندم. امال ايه؟ انت حصل ايه؟ النقيب محسن عين العسكري الرملي بدالي حارس المتهم اللي مرحلينه مصر. اه طب انا عارف. ما انا كنت جاي لحضرتك عشان كده يا استاذ العقيد. عاوز ايه يا شعلان؟ اصلا انا مكتوب كتاب بقالي سنتين ومش عارفين ندخل. يعني جواز مع ايقاف التنفيذ، وانت عارف بقى. عاوز ايه يا عسكري شعلان؟ الرقيب شعلان يا فندم. عاوز ايه يا رقيب شعلان؟ عايز اسافر مع المتهم عشان اظرف المكافاه يا فندم. رقيب شعلان فندم، انتباه، انصراف. ما تهم يا بيه شويه بقى. الله، تعالى هنا. هم ايه وبتاع ايه؟ انا مش ملقول من هنا. من طلعه الشمس وانت مفقفق رجليا. خلاص خلاص يا بيه، خلاص خلاص يا بيه. بس انا بقى مش عاوز اذيك. ايه ده؟ انا مش ملقول من هنا. الله 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 الله. طب انت عارف ده ايه؟ ده صباح. ايه اللي هيكون ايه؟ صباح. اما احترمك من الصبح واقول لك يا بيه يا بيه، وانت بعدين. ولا بيه ولا حاجه. بعدين يعلم. ده بقى المحل اللي بتشتغل فيه بسمة. قصدك ال يا ابن الايه؟ انتي انتي خالي. تعالي تعالي، مد شوية. اجري. ما جريتيش ليه؟ نعم. البرنسيسة بسمة موجودة جوا؟ ايوه يا فندم. طيب قولي لها في اتنين برنسيس عايزينك. واحد برنسيس صغنن وواحد برنسيس كبير. حاضر. يلا بسرعة. يلا. كلام فاضي. تفتكر هتعرفنا واحنا نضاف؟ معلش كفايه كده، ومعانا بكره زي النهارده. اوكي. انا قلت لك اتفضلوا. ما اتفضلتوش ليه؟ انتوا الله، امال فين حامد؟ حامد قصدك حامد بيه الحرامي. حرامي؟ انتوا بتقولوا عليه كده ليه؟ هو ايه الحكايه بالظبط؟ مش عارفه ايه الحكايه. مش انت خدت الشنطه انت وهو وين هربتوا؟ انا؟ لا طبعا، انا ما اعرفش حاجه خالص. على بابا ترش علينا طقم حنيه والسجاير اياها اللي انت عارفاها، وهزه فوق وهزه تحت، والباقي انت عارفاه. قلت لكم ما اعرفش حاجه. انت وحامد سرقتوا الشنطه، ولو ما قلتيش حامد فين هتتعبي قوي يا حلوه. مش كده ولا ايه يا ابي؟ ايه ده؟ انتوا جايين تهددوني ولا ايه؟ جايين نهددك، ويا قاتل يا مقتول. لا مش كده ولا ايه يا ابي؟ يا قاتل يا قاتل. يا قاتل يا قاتل. حامد اتقبض عليه في طريق اسكندريه امبارح. يلا بقى يا شاطر انت وهو، وروني عرض كتافكم. اقطع دراعي ان الشنطه انت اللي مخبياها، ولازم نوصل لها. استنى بس عشان نتفاهم. عشان توصل للشنطة لازم توصل لحامد، وعشان توصل لحامد لازم توصل القطر. القطر؟ والقطر ماله؟ لأن هيرحلوا حامد من اسكندرية لمصر بكرة في القطر. شوف يا شعلان انت والرملي، أنا اخترتكم انتوا الاتنين مخصوص عشان تاخدوا المتهم تسلموه في القاهرة.
بس عايزكم تاخدوا بالكم قوي، ده مش مجرم عادي، لا ده مجرم خطير، سارق حوالي نص مليون جنيه. في محطات سكر حديد تفتحوا عينكم كويس، لان جايز جدا يكون له اعوان. ربنا يستر يا فندم. مضيه بالاستلام. فندم يا شعلان بالاستلام. السلام. انا بص في عين البني ادم من دول اعرف اذا كان ده مجرم ولا مش مجرم. وانا قعدت 3 سنين في الكليه امرن طرق الطلبه بتوع الكليه على ضرب النار والتكتيك العنيف، وقمت بمهاجمه الاوكار وتعقيب المجرمين وتعقبهم وتفتيش المنازل والسطوح عليها. سمعناها قبل كده. تقصد ايه يا عبد الرحمن؟ اقصد ان لولا يعني كان المتهم هرب منك وكانت راحت عليك المكافاه. يعني عايز ايه دلوقتي؟ كلك نظر يا اخويا شعلان، اهو الواحد ينوبه من الحب نايم. كفايه بقى وجعت دماغك. يا سلام. لا يا واد وسيم قوي وسيم. تحب نجيب لي سيادتك قهوه؟ هات له بيبسي كول. ملوك القدرة بنغني على الدرجات، احنا ملوك القدرة بنغني على الدرجات. خد منا الفن وهات شيلينك او حتى سغات، خد منا الفن وهات شيلينك او حتى سغات. الشعب تلومه مولود من يوم بريمه، واللي بيشعب تلومه علشان مش مولود هدومه ولا بيه زي البواب. الحسدك ونسينا خلك انضف شحات، ده الحسدك ونسينا خلك انضف شحات. واحنا ملوك القدرات بنغني على الدرجات، احنا ملوك القدرات بنغني على الدرجات. خد منا الفن وهات شيلينك او حتى سجاد، خد منا الفن وهات شيلينك او حتى سجاد. انا حظي اداني شويه وعملني الدرجه الثانيه، ده انا حظي اداني شويه وعملني الدرجه الثانيه. اسكن دول كل الناس والبي شرفني ساعات، اسكن دول كل الناس والبي شرفني ساعات. طب كل البي الدنيا بتلف كمال عجلات يا حبيبي، طب كل البي الدنيا بتلف كمال عجلات. واحنا ملوك القدرات بنغني على الدرجات، احنا ملوك القدرات بنغني على الدرجات. خد منا الفن وهات شيلينك او حتى زهات، خد منا الفن وهات شيلينك او حتى زهات. وده ترس وحظه عاجب، زحمة وكراسي خشب، زحمة وكراسي خشب. ترس وحظه عاجب، ترس وحظه عاجب، زحمة وكراسي خشب، زحمة وكراسي خشب. مليان بفص وشنط عمران بوطف وزبال، مليان بفص وشنط عمران بوطف وزبال. الزحمة في يوم هتلاقي محفظة فيها ألوفان، ياريت الزحمة في يوم هتلاقي محفظة فيها ألوفان. واحنا ملوك القدرات بنغني على الدرجات، احنا ملوك القدرات بنغني على الدرجات. خد منا الفن وهات شيلينك او حتى سجان، خد منا الفن وهات شيلينك او حتى سجان، خد منا الفن وهات شيلينك او حتى سجان، خد منا الفن وهات شيلينك او حتى سجان. أبين زينة باين ووشوش الودع وطرشق المسائل باين. أشوف لك البخت يا حضرة السول. إيه رأيك يا عسكر رملي؟ والله يا إلهي يا رب اللي ما يشوف بخته يهف طرماي ولا ياكل ولا يشرب ولا يوعى يتهنى. لا يا موافق.
أنا موافق. خلاص حضرة السر رملي موافق. يلا بقى ابني بيضك كده وشوش الواد. بيضك كم يعني؟ قرش قرش تلات قراريش قرش شيلنا اهو. تسلم. شوف يا حضرة السوق ماشي في طريق كله فرح وسرور، وقبل ما توصل لبوابة هتلف وتدور وتلاقي وشك مكان قفاك. اوعى تقول هترجع بلدك خاطرك مجبور، بتسأل عنك الشمس والهوا والقمر والنجوم. نجمك مكشوف يا صاحبي ودايما محسود. محسود 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 يا ولدي، مع انك في وسط اصحابك محبوب. محبوب 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 يا سبعي، لابد لك من شوية والمجلس معقود. معقود 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 يا حبلي. اشرب المية وانا اقول لك هنيا 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 هنيا. بس خلاص ايه. الله يهنيكم. قول يا رب حجك مناي. يا رب حجك حجك معايا حجك حجك مناي مناي. وانت يا متهم يا مذكور مش عاوز كده تشوف بختك وايامك كيف بتدور. هو لا لا مفيش كلام مع المذكور ده تبعنا. طب ارمي بيضك يا حبة السر رمي عشان اقولك عن مستخبي من غدر الزمان. لا ماني عارف بختي كويس. حافظه صم منيل بستين ليلة. يا اخويا بس ما تكسفنيش. طب خد كده دي من ايدي عشان تسعد ايامك وتفتح قلبك وتخلي كل اللي بيكرهك يحب. بالشفا الف شفا. هنية اللي انا والشفا. هنية اللي بيان. ما اجيبش علاه انا حاسس اني دايب ودماغي بتلف. بقول لك ايه خليك مع المتهم انا واصل الدبليو سي. الظاهر ان احنا غلطنا وركبنا مركب. يا سلام ده الموج ياخدنا وينزلنا ويطلعنا وينزلنا ويطلعنا. هو فين مفتاح الكلبش؟ مفتاح الكلبش مفتاح الكلبش. اوعى يا اخي اوعى يا اخي ده نزل عليه بطريقه وحشه قوي. بقول لك ايه الظاهر مع الاخ اللي اسمه رملي. يلا قبل ما يفترسني. وقف من جيبه. يا ساتر عليك. يا مهات انت بتطلع الجرنان جوه. يلا بقى خلاص اطلع اعملها خلاص. ممكن انا ونبقى ايش يخلى عني بقى خطوص. ايه اللي مخلوك؟ هعمل ايه بس؟ عرفوا طريقي في المحل وجولي وهددوني انهم هيبلغوا البوليس. يعني كان لازم تجيبهم معاكي؟ مش كان لازم اعرف هتعمل فيهم ايه؟ يا ست مالكيش دعوة. انا دلوقتي مالكيش دعوة بيه. سيبيه هو دايخ. انا اول القطر ما هدي هنط على طول. هتنط على طول؟ ايوه. ازاي بس واللي معاك ده؟ اللي معايا انت شايفاه هو هيقع. انا هسحبه وانزل بيه على طول. ده نظام جوخان خالص. بقول لك ايه اول ما يجي يقول لهم ان انا ضربتك على دماغك اغمى عليكي وهت. طب وهشوفك فين؟ اسمعي تعرفي اوتيل سونيستا؟ سيبيه سيبيه ده نظام خربان خالص. بقول لك ايه انت تعرفي اوتيل سونيستا كويس؟ اعرفه. انزلي فيه واحجزي اوضه مستقله واحجزيني انا اوضه باسم سالم سليمان. واخده بالك؟ ايوه ايوه. هجيلك على هناك على طول. طب والشنطه يا سحام؟ الشنطه هتكون معايا طبعا. فاهمه؟ انا مش فاهمه بس هتنط بيه ازاي ده؟ قلت لك ده واقع واقع جاهز. انا هنزل بيه وهسحبه من القطر وانزل بيه على طول. واخده بالك؟ هتصرف فيه هقتله. ما تزعلش ما تعمليليش ايه. ومعايا النظام ده. قوم يا حامد. قوم يا حبيبي تعال. قوم يا حبيبي تعال تعال ما تدوخنيش. ست بسمه الجدع الصون ده بخبط عليه ما بيردش. يظهر غيرك في الدبليو سي. ويه اسمعوا يا جماعه. أيوة. حامد نويات العسكري اللي معاه عشان يخلص من الكلبش اللي في ايديه. يا ساتر يا رب. انا نشال لكن قتل قتله لا العمليه كده وقفت وانا ماليش دعوه. مش كده ولا ايه يا بيه؟ فعلا اورني كلامه مظبوط. حامد ده هيودينا في 60,000 داهيه. احنا لازم نعمل حاجه. ده انسان ما بيدورش الا على مصلحته وبس. في طبعه الغدر والخيانه. خانكم ولسه هيخونكم وخاني انا كمان. ده هيقتل شعلان يا جماعه. ممكن يقتلنا احنا كمان عشان خاطر مصلحته. كلامك مظبوط يا ست بسمه وكلام الواد قرني كمان مظبوط. ونفضها سيره بقى يا اخوانا. بقول لك ايه؟ ما هو حامد ما ياخدش الشنطه لوحده. لا احنا ناخدها ونقسمها علينا احنا الاربعه.
موافقين؟ ايوه موافقين. اسمعوا بس، هو قال انه هيجيب لي الشنطه ويقابلني في اوتيل سونيست، نتقابل هناك بكره ونتفق هنعمل ايه. اوكي استنى يا اسطى. يلا امشي معايا امشي معايا امشي معايا. شو بقى هو يا شعلان؟ الله 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 الله. هو يا شعلان توب الله 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 الله. ده انا اللي هغرق مش انت. بقول لك يا شعلان هو يا شعلان ما تودينيش في داهيه. بقول لك ايه؟ بقول لك طب اقلع بقى استنى. طب اقلع بقى اقلع بقى. طب اسمع ما جيبش علان يا ما جيبش علان يا نهار اسود ومنيل. طب المتهم حامد ما جيبش علان ما شفتش حد. لا مش هي دي عينها خضرا دي اتنقل على اللي جابوه. ما جيبش علان ما شفتوش والنبي. طب المتهم حامد يا اخوانا ما جيبش علان. اجمع ما جيبش علان اجمع. يعني انت بالشكل ده خلاص بقيت عسكري يا اخي؟ ده بعدك. ده انا معروف في كل حته في البلد. ان كتم كتمة تاخدك. طب وشرف ابويا انا لو لابس ميري وحد زي كده شتمني لاكون مطفعه الكوته. وانا مش هطفعك الكوته وبس، ده انا هعملك كفته. كفته فكرتني بالاكل. ما تلاقينا واحد بتاع كباب. انا جعان جعان جعان. ايه الحكايه؟ جعان. ايه الحكايه؟ اقفل بقك انت. اقفل بقك. الشنطه اسكت. فين الشنطه؟ الله انا حاططها هنا حاططها هنا. الله الشنطه الشنطه. الله في حد خدها؟ في حد فعلته خدها؟ خدها الغراب وطار. اخلص انا جعان جعان. قول اللي انت عايزه. جعان. ما انت غراب جعان. مين هدول يا سالم؟ هذا شخصين يا ابوي، واحد لابس عسكري. يبقى نكون على حذر في قولنا معهم. زين يا ابوي. بخير يا رجاله. والله بالخير يا جناب. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. ولا حد يرد عليه. انا تردوا علي اني بقول ايه؟ فين شيخ القبيله؟ انا يا جناب الصور. لا انا يا جناب الصور. لا سبع تكلموهوش. شيخ سعدون جاب الله. شيخ سعدون جاب الله. بقول لك ايه؟ ايوه. هذا مجرم خطير ما تسمعوش، وفي ليه عصابه بتطاردني. واي ومش من غير واي من غير واي. انا عايز حمايه منكم هنا في الديار. بين اهلك وناسك يا جناب الصول. يا سالم. نعم يا ابو. جهزوا خيمه الضيوف. يا عم يا تواب. ايوه احملوا الرجال لخيمه الضيوف. احملوا الرجال. اين الشراب؟ واين الكوت انت؟ اسكت. شراب ايه وبتاع ايه؟ خلي بالك زين ليكون الاثنين جواسيس من قبل الحكومه. وانا عندي قولك يا ابوي. يبقى تفتح عينيك مثل الصقر يا ابوي. ميه يا صبيه. ميه نبكوا سواد. الله حلوه. ميه ده لا ما تسقي. ده ليش؟ ده تعلب ماكر خداع. ده انا تعلب ماكر ولا انت اللي ماكر؟ مش انت اللي خدت بدلتي والبنطلون بتاعه واخد البريد بتاعي معاه؟ وي انكدم مشرب. ده عايز يضحك عليكم وفهمكم ان هو البوليس ولا الحرامي. وحياتك انت يا شابه. انت اسمك ايه؟ جميله. جميله وفعلا جميله. يا اجمل حاجه شفتها في الصحراء انه هو الحرامي وانا البوليس. حتى البنطلون بتاعه والبريد بتاعي معاه جوه. انت بتكذب. انت بتكذب. فيك ايه الرحمه يا جناب الصول؟ اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه الرحمه يا جناب الصول؟ هذا لا حول له ولا قوه. روحه تطلع في يدك يا شيخ. انا عاوز اطلع روحه زي ما طلع روحي في السكه. اقعد زي ما طلع روحي في السكه. اقعد. شوف امسكني ازاي. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ اقعد يا شيخ واستهدى بالله. في بوعه. فك جيودك لاجل ما ترتاح وتنام لك شوي. ما انا ما معيش مفتاح. ما معيش مفتاح. معاك مفتاح؟ ما معيش. كيف ما معاك؟ العصابه خدته مني. اعمل فيه ايه؟ اعمل فيه ايه؟ الظاهر سرقوه مني ولا بهرب. خدوه. وقع مني سرقوه. شوف الواد بيعمل ايه. لازم لك مفتاح. لازمني مفتاح؟ يا ريت. انتوا عندكم هنا حداد؟ امال كيف خيولنا تصير بلا حداوي؟ Thank you.
وحطني بالخارج. هذا فروج وهذا تم، كل يا شاب. هاتي هاتي يا شابة. انت عانيت كتير مع هذا الظالم. كل يهون مدام قابلت قلب حنين زي قلبك. يا ريتنا عايشين على طول، وانسى نفسي وانسى الناس وعيش معاكم، ومعاك انت بالذات يا جميلة. يا ريت يا شعلان. هذا اسمك؟ اذا كنت نسيت اهلي مش هنسى اسمي. وصاحبك اللي في خيمة الضيوف نسيته هو كمان؟ يا خسارة، ليه صحتيني يا جميلة؟ ايش هتعمل وياه؟ والله ما انا عارف يا جميلة، البطاقة بتاعتي قطعها المجرم لما خد جاكيتها، مش هتصرف الا لما انزل مصر وبعدين اتصرف من هناك. يبقى كل هذا الطعام وانا كمان هتصرف، واوعى تتحرك من هون. اتحرك من هون؟ ده انا لابد هون، ده انا قتيل هون، ده انا ايد هون. اتحرك من هون؟ اتحرك من هون. يا شعلان يا شعلان، الله انت متقل ايدك ليه؟ الله ما تسيب نفسك. شو ايه ده؟ ايه ده؟ شعلان ورقتي في السنين. يا ناس يا مجرمين، يا عالم اللي عملته فيا كده، انا يتعامل فيا كده؟ انا يتعامل فيا كده؟ هو راح فين؟ راح فين وسابني مع السرير؟ السرير معايا مربوط فيا. يا ناس انت غلا كده، هو راح فين؟ يا الله بالتوفيق، ربنا يوفقك يا شيخ. ايوه يا رجال. ايش ما هذا؟ ايش تعالوا 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 توبه، ده يتعمل فيا كده؟ انتوا كلكم مجرمين، كلكم. انا يتعمل فيا كده؟ حضر الحوت يا حضر شيخ يا انت، انا يتعمل فيا كده؟ انا حامد صبري، انا الصول يتعمل فيا كده؟ ايش هقول لك الصول؟ السرير قبض عليك؟ نعم نعم، بتقول السرير قبض عليك؟ بتكلم الصول بالشكل ده؟ انت اول واحد هيتقبض عليك، انا الحكومه هتقبض عليك، وكل مجلس الامن هيعمل دوشه كبيره انت مش قدها. بقول لك اهو حضره الصول يا حضره الحوت يا تمساح، ما تتكلم انت مش شايفني. علمي علمك يا جناب الصول كده. طب اتفضل اتفضل، حلني من الزفت اللي انا فيه ده. ماشي كلامك، شيلوا السرير شيلوا السرير. استنى طب، هو شيلوا السرير شيلوا السرير، جاتك الهم في منظرك شكل الخيمه. شيل يالا شيل. شيخ سعدون حياك الله، ارسلت لك جميلة لصنع مفتاح لهذا القيد من شوية. صنعت المفتاح؟ ما صنعته بعد. اللي انا عايز افهمه بس، المجرم العتيد شعلان فك كلبشات ازاي؟ المهربين بيفتحوا خزاين، يصعب عليهم يفتحوا الاساور. والله عال اجي شايل المجرم شعلان، ارجع شايل السرير. حلو قوي، اتصرف يا ولدي. اسحبوه يا سالم هون، اسحبوا السرير. استنوا استنوا، انتوا جاهزين تسحبهم؟
جاهزين؟ جاهزين. طيب يا سلام، او كده الواحد شبع وتغذى وتوازن كمان. بالهنوش انت ما اكلت؟ كيف ما اكلت؟ اكلت. ايش هذا هذا ثوب لك. ثوب ليا؟ بس ده حريمي. افضل لاجل ما يعرفك حامد اذا قابلك. والله فكره جميله جدا. وحرشدك على طريق مصر، بس توعدني بشيء. انا مستعد اوعدك باي حاجه. اوعدك بايه؟ تاخد بالك من نفسك. هذا والله كلام العين للعين. ان وريتك يا شعلان. بعدين انا عاوز امشي من هنا فورا. ليش؟ ليش؟ المجرم هيجي دلوقتي ومعاه الرجاله بتاعته، هتبقى واقعه سودا. احنا ما يهمنا شيء يا جناب الصول. يهمني انا بقى، انا عندي مشاغل في مصر انا مركز كبير هناك، عاوز اوصل هناك. ثم انا كنت عايز اغير اللبس بتاعي ده، اصل اللبس عندي متبهدل شويه، عاوز مركزي يبان يعني. سالم اعطي الجناب الصول ملابس. ملابسنا بدويه يا حضر الصول، ما في غير. انا البس بكيني لو عند، انا عايز اغير شكله بس. وحياتك يا حضرة الحوت، يا حضرة الشيخ، لو عندك يعني بسكليتة اوصل بيها لغاية مصر، قصدي سيارة. مازا؟ لا مازدا فيت، اي ماركة ما يهمنيش، المهم اوصل مصر وخلاص. عايز سيارة. خلي زيد يطلع معاها بالسيارة. زين يا بوي. طيب كنت عايز اسأل سؤال، وحياتك ما شفتش الشويش عنتر؟ لا. ولا الصول قيس؟ طب استنى انا هسأل عبلة بقى في الحكاية دي. تعالى تعالى معايا. صول حكومة ويهرب؟ هذا غير معقول. يا شيخ سعدون، يا شيخ سعدون، انا كذبت عليك. ما في كذب، جميلة قالت لي على كل شيء بخصوص المفتاح. بنيتك فيها شيء لله. يا سيادة الشيخ انا متشكر قوي، وعلى فكرة عاوز اقولها لك، الحكومة ومجلس الامن وهيئة الامم المتحدة مش ممكن ابدا تنسالك الجميل اللي انت عملته فيا. الحقوه يا حضرة الصول قبل الرجال المسلحين ما يوصلوا. مسلحين؟ سلام عليكم. عليكم السلام. انت لسه هتسلم؟ بالله يا شيخ، هذا هو المجرم الحقيقي، والرجل الثاني المسكين هو رجل البوليس. ايش بتقول يا بوي؟ ما سمعت؟ لكن ابعد عن الشر وغني له يا ولدي. يا ولدي، ابني مريض في مصر، ما تاخدني معك اراه يكرمك الله؟ انت ابني؟ لا انا لوحدي، هذه ابنتي جميلة، هتبقى هون لحد ما اعود اليها باذن الله. مع السلامة، تسمحي لي ارافقك في مصر؟ تفضلي تفضلي. الله يرعاك يا امي، خدي بالك من نفسك. خلي بالك يا جميلة من نفسك. خد بالك من نفسك يا شعلان. ما انا عارف انت شكلك مش عاجبني من ساعه شيخ العرب ما قالك خده كده ولابس لي كمامه وعامل لي وجايب لي عربيه مش بتمشي. ده تغلبتني في السكه. انت لسه هتتكلم؟ روح شوف لي عربيه تانيه. روح شوف لي عربيه تانيه. اجري. هو فين؟ ايش في؟ هذه مصر؟ لا دي عجلة نامت يا خالد. نامت فين؟ دخل فيها مسمار. قولي لي يا خالة، وبيت ابنك بقى فين في مصر؟ في الجمرك. فين؟ في الجمرك. فين؟ في الجمرك. بس الجمرك ده في اسكندرية. يا بنتي، بنتي اللي في اسكندرية، في الجمرك، في حي الجمرك. ودي بنتك بقى غير اللي شفتها معاكي دلوقتي؟ مين؟ بنت اللي شفتها معي هذه جميلة.
يا عيني يا جميلة، يا روح قلبي يا جميلة، وحشتيني يا جميلة. انت لسه سايباها من ربع ساعة يا خالة. اما هو الضنا غالي يا شابة. انت ما عندكيش اولاد؟ لا. لازم بتاخدي حبوب حاجة ببلاش كده؟ لا. والنبي حرام، واحدة حلوة وأمورة زيك ما تخلفش ليه؟ جوزك هو السبب؟ لا يا ستي، الحكاية غير كده خالص. أنا انتي قمر، انتي وردة، انتي فلة، وما بتخلفيش ليه يا حبيبتي؟ دي العيال زنت لحياه الدنيا. النصيب بقى يا خاله. لا، لازم تروحي للحكيم يشوف لك علاج يا شابه. انا متطلقه. وطلقك ليه يا اختي؟ ما انا عارفه الرجاله غدارين عايزين اطمر ابيهم. القسمه بقى. وما فيش حد يتقدم لك تاني؟ الحقيقه يا خاله ما بفكرش في الجواز دلوقتي. ليه؟ ليه يا شابه؟ ده انت حلوه جميله قمر. عيني عليك يا شعلان. مين شعلان ده يا خالة؟ أنا أمي، أختي ابني اللي في مصر، شاب بائس ومسكين، بس يا خسارة فقير دقة. الفقر مش عيب يا خالة. أنت فين وهو فين؟ خلاص يا عباس؟ خلاص. اتفضل يا خالة. وبعدين؟ الله، ده أنا كده هتسوح. ما جاش وما جابش العربيه الثانيه، والعربيه دي بايظه. انا عندي فكره بقى. ازوق العربيه لغايه اول اوتيل وتبقى خدتني العربيه. انا وصلت يا خاله، وده بيتي. تحبي تتفضلي معانا؟ تسلمي يا شابه يا اميره يا بنت الامراء يا اميره. طب تحبي عباس يوصلك لحد بيت ابنك؟ لا، بيت ابني عبد الغفار قريب من هالمنطقه في هالنجع هذا. طب عباس اوصل لحد بيت ماما وبلغهم ان انا رجعت من اسكندريه، وبعدين رجع لي العربيه. مع السلامه يا خاله. مع السلامه يا شابه. تكرمي عباس. تسلمي عباس. تسلم عين. السبب وانت استلقتيني. انا هروح السجن لو ما فتيش جنبي. انت طب عاوز ايه؟ اقول انا ما بحث جنائيه وكنت متنكر. طب ومتنكر ليه؟ وعاوز مني ايه؟ دي حكايه طويله قوي، ما رضيتش اتكلم قدام السواق. طب تحب اعمل لك حاجه؟ اصل كان معايا مجرم في عهدتي وهرب مني، فمحتاج لعربيه حضرتك. عربيتي انا؟ تعمل بيها ايه؟ هستعملها في البحث والقبض على المجرم، ودي خدمه كبيره قوي هتقدميها للعداله. انت عارف هتدور عليه فين؟ دي مصر كبيرة قوي. أنا قدرت ألقط من كلامه إنه رايح حتة اسمها سوميستا. سونستو. لا 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 لا، سونستا. سونستا؟ أيوه سونستا. دي لوكاندا كبيرة قوي، أنا عارفاها. طب وديني يلوبك ثواب، أنا في عرضك. حاضر. طب اتفضل. فين؟ جوه. ما يصحش. ما احنا لازم نستنى العربية. ربنا يقدرنا على رد جمايلك. ربنا يخليك للضعفاء والفقراء والغلابة. متشكرة. ربنا يخليك للحكومة البالغة. معلش اتأخرت عليك، كنت بغير هدوم السفر. لا يا فندم، خد راحتك. وافرض يا شاويش علان انك ما لقيتش اللي اسمه حامد. هعمل ايه؟ هيقدموني لمحاكمه عسكريه. تعرف تسوق عربيه؟ شوف، انا اسوق طياره، اسوق اي حاجه، مع اني ما بعرفش اسوق، انما اعمل ايه؟ هسوق. عموما انا معاك عشان نخدم العداله. طب يا فندم، شاكين قوي.
حلو ليه خالفتني ومشيت على كيفك وطوعت ناس يا جميل غير عقلك والتلفون كيفك. اهلا يا شلبي. اهلا ست بسمة. معلش انا اسف اتاخرت عليك. معلش. اتفضل. ايه انت جاي لوحدك ليه؟ حاجات كتير يا ست بسمة، شعلان، الشنطه، زمايلي عباس وقرن وسعاد. سعاد؟ سعاد مين؟ سعاد بنت خالتي اللي عشت طول عمري نفسي اتجوزها. طب وما اتجوزتهاش ليه؟ لان انحرفت وبعدها تهت، واديني زي ما انت شايفه اتغرست في لعبه مانيش قدها. طب وناوي تعمل ايه يا شلبي؟ مش عارف، انت كلامك معانا في القطر اثر فيا قوي، فوقني، عشان كده جيت لك. قولي لي اعمل ايه. تعرف يا شلبي، انا لما قلت لكم في القطر ان ربنا هيساعدنا كنت فاهمه وحاسه انا بقول ايه. انتوا فعلا الخير جواكم، لولا بس الظروف السيئه هي اللي خلتكم تبعدوا عنه زي انا كمان. لكن لا، احنا لازم نعمل حاجه، مش ممكن نستمر على كده. هتعملي ايه؟ هتعرف بعدين. المهم انت بتثق فيا؟ طبعا، لان ما كنتش جيت لك هنا فتحت لك قلبي وقلت لك على كل حاجه. خلاص، يبقى انا هقابلكوا هنا انت واصحابك، بس اوعى اجيب لهم سيره. ماشي. اللي حصل حصل. والله هتعمل لنا فيها ايه بس؟ يا ولد خلاص. اهلا اهلا اهلا، مرحب بست الكل. سايبانا لوحدينا دي؟ القعده من غيرك ضلمه يا مهلبيه. القعده منوره بيكوا يا سي عباس. شكرا مالك يا شالك؟ شايل هموم الدنيا فوق راسك ليه؟ اشرب اشرب وفرفش كده عشان تنسى. الله سيبك من شلبي. امال احنا عايزين نشرب عشان ننسى، مش كده يا قبيح؟ ما تفوقنيش امال، القعده لسه هتحلاوي. احنا عايزين نفهلل وننبسط، نسمع مغنى ونشوف رقص ونقول ايه. سيبوني في حالي، انا مش جارب نفسي. ما تروق يا شلبي، ما تخليك معانا يا كابتن. ايه في صحه الحبايب. في صحة الحبايب. ايه ده يا ده ورد؟ إيه؟ مش تفتح عينك شوف بتاكل مين؟ الله، ده جرجير يا عباس. ايه انت باكل يا ده اكل؟ ايه يا شلبي، مش تروق معانا يا ابن الناس؟ ايه حكايتك؟ حكايته وهي كانت حكايه قصه طويله ملهاش نهايه. انا مطرب، انا مطرب، اكتشفت في القعده دي اني مطرب. جري يا عباس، مش تسكت شويه، خلي شلبي يقول اللي في قلبه. فضفض يا شلبي، قول اللي في قلبك. ما هو قال لك مفيش حاجه. انا بكلم شلبي مش بكلم حد تاني. وانا ايه وشلبي ايه؟ ما احنا في الهوا سوا. هو حكايته مع بنت خالته وانا حكايتي معاكي، بقالي 3 سنين بتحايل عليك اتجوزك وانت عماله تمطوحيني، حبه فوق وحبه تحت، وسلبتها ابو حسن. وانا يعني مش راجل حر، انا ما اتباعش بالبطاقه، انا حر. حر؟ تبقى حر ازاي يا عباس وانت قرشك حرام؟ ما كسبتوش من عرق جبينك، لكن سرقته من جيوب الناس. تبقى حر ازاي؟ حر ازاي وانت عايش رجل بره والرجل التانيه في ابو زحبل؟ فوقتيني انا وادر. اوعى تكون زعلان مني يا شلبي. بالعكس، ده انا واجب عليا اشكرك، كنت محتاج اسمع منك الكلمتين دول. بس على الله يكونوا في فايده ويحوقوا في السامعين. احنا صحيح ناس فقراء لكن نحب نعيش بشرفنا. الله بقى، انت هتفوقينا ليه؟ هتقلبيها بغم على دماغنا ليه؟ وتشيلينا الطين ليه؟ خلينا ننبسط ونصهلل ونسمع شويه مغنى. ايه يا ابي مالك يا ابي؟ زعلان. روقوا يا شلبي، روقوا قبل ما اجيلك، ما تزعلش يا عبس. حاضر يا عينيا. عايزنا نروق يا شلبي؟ ايوه. غنى يا حبيبي. روقوا بقى والاشلاب. شات مغنى كده بقى. الله. غنى يا شلبي. الله خلاص هيغني. غنى يا شلبي. خلاص هيغني. الله في الخير يا اخي. والله اهلا فيك. حياتك اديني غرفة مدام بسمة. غرفة ما تتعبنيش لك. غرفة مدام بسمة. الو. ايوه انا حامد. انت وصلت؟ ايوه بسمة، انا في الاوتيل. طب استناني في البسين، انا هنزلك على طول.
اسمع. أنا عزمت نفسي على الغداء معاكي، طلبت الأكل. ومين قال لك بقى إن أنا هتغدى معاك؟ أنا اللي قلت. اقعدي. ما تفتحنيش قدام الناس. أنت عاوز إيه يا حامد؟ لا بسمة هتتعبيني هكرهك. فين الشنطة؟ قلت لك 100 مرة إن الشنطة مش معايا. وأنا قلت لك معاكي. أحلف لك بإيه يعني عشان تصدقني؟ يا عيني، قالوا للحرام يحلف؟ هل جالك الفرج؟ انت اللي حرامي يا حامد مش انا. اسمعي بسمع، احنا دفنا الشنطه سوا ومحدش يعرف مكانها غيرنا احنا الاثنين، وانا ما لقيتهاش هناك، دي بنتي اللي خدتيها. مش يمكن يكون حد غيري اللي خدها؟ هلوسه مثلا؟ ممكن قوي يكون مشي ورانا وشافنا واحنا بنخبيها ورجع بعد كده وخدها. هلوسه ما يعرفش اي حاجه عن الشنطه، ما يعرفش الشنطه فيها ايه. ثم الشنطه دي بتاعتنا انا وانتي وهنقسمها سوا. والتلاته اللي اشتركوا معاك في الشنطه مالهمش نصيب فيها؟ دول عيال الهفق مالهمش اي قيمه. الشنطه بيني وبينك بالنص، فاهمه؟ طب وانا ايش ضمني؟ مش يمكن تكون بتضحك عليا انا كمان؟ انت حبيبتي، انت روح قلبي، معقول اخونك واخسر حب ليكي؟ معقوله قوي؟ مش الحكايه فيها فلوس والماز وذهب؟ ده انا عارفاك كويس قوي يا حامد. انت فهمتيني غلط، صدقيني فهمتيني غلط يا بسمه. طب اقبل الشنطه، هات الشنطه وشوف انا هتصرف معاك ازاي. إذا كنت عايزة أكتر من نص أنا ما عنديش مانع، مش خسارة فيك يا حبيبتي. لا كفاية عليا النص، ولا كنت طايلة حاجة؟ خلاص يعني اتفقنا. بس يا خسارة، يا ريت يا ريت يا حامد كانت الشنطة تبقى معايا. أمال مع مين؟ معاك يا حامد. لا بسمة، اللعبة دي كبيرة عليكي أوي أوي أوي، أنا ما اتاكلش أونطة أبدا. الشنطة لازم تيجي يعني تيجي، فاهمة؟ وإلا مش هيحصل لك طيب، هتويكي. يعني ايه؟ هتقتلني؟ هقتلك وقت اللي يقف قصادي، فاهمه؟ انا هقولها لك، الشنطه تجيلي النهارده، النهارده تجيلي الشنطه، ولو ما جاتش مش هيطلع لك نهار. يا شابة ألاقي هون حامد صبري. حامد صبري هون. تكرمي. الظاهر نازل باسم تاني. جايز. وانت معرض لمحاكمه عسكريه لو فضل هربان. دلوقتي اتاكدت انه نازل في اللوكاندا ديت هو وبيت العصابه والمسروقات، ولو انا اتصرفت صح هقبض عليه وهقبض على العصابه وشنطه المجوهرات، وبكده يتحسن مركزي واقبض 3000 جنيه المكافاه اللي كان هيروحوا منها. برافو يا شعلان. طب دلوقتي هنركب العربيه نروح فين؟ وراه. انا عارف هو رايح فين. يلا. ماشي
يا اهلا وسهلا، نورت المطرح يا بيه. الله يخليك. طلباتك يا بيه؟ لا ابدا، احنا يعني هنشرب مع بعض شاي وندردش كلمتين كده. اوي وادي ترمس. ايوه يا معلم. هات شاي للزبون. لا يا معلم. تحت امرك يا بيه. وانا جاي بس اسال عن واحد صاحبي بيقعد عندك في القهوه هنا. صاحبك؟ صاحبك مين يا بيه؟ المعلم عباس. عباس؟ عباس مين يا استاذ؟ عباس مقشط، يا ترى تعرفيه؟ اعرفه، ده انا اعرفه عز المعرفه. وشلبي وقرني اصحابه. وشلبي وقرني كمان. كنت عايز اقول يعني اللي يحتاج لهم وعايز يقابلهم يعمل ايه بالظبط؟ يجي لهم هنا. انت سيادتك متاكده انهم هيجوا دلوقتي؟ العلم عند الله، بس هما لازم يجوا. اللي حضرتك كده يعني عدم المؤاخذه، عايزهم ليه؟ لا انا بس هو انا عايزهم في الشغل. شغل؟ شغل ايه عدم المؤاخذه؟ لا معلمه، الشغل اسرار. على كل حال بصي شوفي ده عنواني وفي رقم التليفون، اول ما يجوا يجوا لي العنوان ده يتصلوا بيا بالتليفون. طب ولما يتصلوا بالتليفون هيسالوا على مين؟ ما انت بالعافيه ما قلتليش اسمك ايه. صحيح، سالم سليمان سليم. الشاي يا استاذ. مع السلامة يا سي سليم. الله يخليكي، اتفضلي. وعاملك شاي وصال ابو هند؟ ايوه يا خالة، أي خدمة؟ أنا مش خالة، أنا راجل. يوم سيبتي راجل؟ راجل، وشغلتي في المباحث هي اللي حكمت عليا بالتنكر ده. بوليس يعني؟ ايوه، مهمتي القبض على الراجل اللي كان بيتكلم معاك دلوقتي. تعرفيه منين؟ انا يا اخويا معرفوش، القهوه مفتوحه وبيقعدوا عليها كل الناس. ده مجرم قاتل وخطير، صوره منشوره في الجرايد. بس انا بقى ما بقراش جرايد. سالك على مين؟ على حد بالذات؟ لحد ولا سبت. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يا ريتك تكلمي بصراحه وتساعدينا. هو سألني على ناس بتقعد في القهوة. مين هما؟ أكيد دول من العصابة. لا 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 يا حضرة، أنا ما عنديش في قهوتي لا عصباجية ولا شبيحة. أنا زباين قهوتي ناس طيبين مش بتوع عصابات. أساميهم إيه؟ لا اسمح لي بقى، ما أقدرش أقول لك على أساميهم. إنما لو كنت عايز تعرف عنه حاجة اتفضل. سالم سليمان ده مش اسم، ده اسم مزيف. زي الهدوم اللي أنت لابساها يا خالتي. خلاص يا وليه أنت. مش قوي يا قرني، اعمل ايه بقى؟ اقرا إيه بيه انت اللي هتفصل. إيه ايوه انا اللي هفصل، انا اللي اتحمل المسؤوليه كل مره، ودي مسؤوليه كبيره دي. اقرا بس بالراحه. بالراحه، ان ما كانش على ايامنا في الكتاب النعكاشه دي. ايوه خلاص عرفت، ممنوع الدخول. أيوة. بالالماني. ممنوع ايه؟ اوعى اوعى بيه اوعى. الممنوع قال كده بقى مسموح فعلا. طب هنتصرف ازاي؟ نتصرف ازاي؟ نتصرف ازاي؟ بينا بينا.
ايه ده؟ مش معقول، ايه اللي انتوا لابسينه ده؟ ايه اللي لابسينه ده؟ لا يا سمرة، لا يا سمرة، لا يا سمرة، ايه ده؟ اصل احنا عرفنا من البت نوادر ان حمد صبري نازل هنا في اللوكاندا ومتخفي باسم سالم سليمان، ومن احنا بقى نبه رحنا متمكرين ولابسين لبس الافريكان ده. يا مكرين قتلوا يا ست هانم، في هيسه وزمبليطه كتيره قوي قوي عشان في ضيوف افريكان كتير وفي احتفال بيوم افريقيا في اللوكاندا الليله. ايوه واحنا من دلوقتي بقينا افريكان. يا حبيبي هتغنيها يا اخويا؟ لا حمد احنا جاهزين. ها قلت ايه بقى؟ عايزين نتلم بقى على الشنطه بقى. يعني انتوا عاوزين الشنطه؟ طبعا. الشنطه في الحفظ والسون. يبقى تطلعيها واحنا اربعه كل واحد ياخد الربع، وتوته توته فرغه الحدوته. لا يا حيده سكازوزه ما ليه يا ست بسمه؟ لان حامد لا يمكن يسيب الشنطه. يبقى نجيب اجل نقتله. ايه؟ لا دم، لا قتل، لا طبعا لا. انت بتقول ايه؟ انا لا يمكن اوافق على الكلام ده. امال هنعمل ايه؟ ولا حاجه، هنلعبه زي ما هو بيلعبنا وهنعمل كل اللي احنا عاوزينه. ازاي؟ اولا هنسلم حامد للبوليس. حلو. وبعدين نطلع منها زي الشعره من العجين. بس بس ايه؟ هنسلم الشنطه للبوليس بس. ده لا يمكن ابدا، انا قتيل الشنطه دي. التوبه حلوه يا رجاله. انت بتقول يا شالب الالمظات والدهب بتبقى في ايديا واسيبها؟ اهو ده اللي مش ممكن ابدا. قول لهم، قول لهم يا عباس انا توب وارجع شحات تاني. طب انا مستعد اتوب بس ادوني حقي. بالنسبه لي توب وحلال عليكم الشنطه واللي في الشنطه. ايه على شلبي؟ انا عقلت خلاص وسيبوني بقى ارجع لاغلى شيء في حياتي. في حاجه اغلى من الذهب والفلوس؟ طبعا الحب، الاحساس وسعاد. طبعا عمر الفلوس ما كانت اغلى حاجه، بالعكس دي ساعات بتبقى رخيصه جدا، خصوصا لما تكون مسروقه مش نظيفه مش بتاعتنا. يسلم بقك يا ست بسمه. في اللي اغلى من الفلوس؟ في الحب. انت عندك حبك يا شلبي، وانا كمان عندي حب الفني اللي كل ما هخلص له هيديني اكتر. يا جماعه اذا كان عليا انا مش عاوزه حاجه من الشنطه خالص، ولا عاوزه حامد خالص. انت هترمي على عمله اهبل ده؟ الاهبل اللي ما يعملش زي شلبي. انتوا ناسين؟ ناسين ايه؟ العسكري اللي كان هيتقتل في الممر. مش انا. ولا انا. ولا انا. ما انا عارفه ان محدش فيكم، لان حامد اعترف لي ان هو ضربه في الممر. الحمد لله انا طلعت بريء، وانا كنت جوه المحل، وانا كنت نادرج على رصيف التاني، وانا متاكده من براءه كل واحد فيكم ومستعد اشهد على كده كمان. بس بشرط واحد. ايه هو؟ نسلم الشنطه للبوليس. ها قلتوا ايه؟ موافقين. يا ترى مين؟ روح شوف بسرعه. اروح يا ابي. روح يا اخي. بصاره براجه نشوف البخت والنا. اهلا يا خالتي، انت جبتي الودع؟ بعد اذنكم شويه يا جماعه بقى، استنوني تحت في الهول. حاضر. يا حلوين يا حلوين يا حلوين. اهلا يا شويش شعلان، جيت في وقت. تقصدي ايه؟ اقصد ان انا عاوز اسلمك حامد صبري كده على طول. اختلفت ولا ايه؟ احنا ما كناش متفقين عشان نختلف. حامد كان هيجرجرني ورا السجن، كان هيخليني مجرمه زيه. انا مش عاوزه منه حاجه، عاوزه بس اخد فلوسي اللي واخدها مني. يظهر انه ضحك عليكي بعد النهيبه اللي سرقتوها من محل الجواهرجي. برضه هتقولي سرقتوها؟ انا ما سرقتش اي حاجه. اسمع بقى، اذا كنت عاوز تسترد الشنطه بتاعتك لازم تصدقني وتثق فيا الاول. وبعد ما صدقك واثق فيك هتقبض على حامد صبري وتسترد الشنطه. بتتكلمي كده ومالي ايدك زي ما تكون الشنطه معاكي. ما تسالنيش عن حاجه دلوقتي، المهم توافق. اوافق ونص. المهم ما تنساش الناس اللي هيساعدوك لو نجحت في المهم. اقصد يعني الثلاثه اللي كانوا معايا. اللي كانوا عاملين غوازي في القطر. ايوه هم. الله، مش هم دولت الواد القصير والطويل ده هو اللي عامل كده اللي عاملين افريكان دول؟ مظبوط يا ولاد الجنيه. ها قلت ايه؟ خلاص، وانت كمان برضه هتكون لك نصيب في البراءه ان شاء الله. انا كفايه عليا ان الاقي نفسي. اقطع دراعي ان الشنطه هي اللي مخبياها. ايوه
هي مش قالت الشنطه في الحفظ والصوان؟ صوان ايه بس يا ابي؟ صوان ايه؟ هي اللي قالت حفظ والصون. ايه الصون؟ مش قالت في الحفظ والصون؟ يبقى مخبياها عندها في الاوضه. بقول لك ايه؟ اوعى تعمل زي شلبي وتتخلى عني. تخلى عنك ازاي؟ ده شلبي خلاص فول ساعه. ايوه بس بقول لك ايه يا ابي؟ لو كانت الشنطه معاها ما كان زمانها خلاص فول ساعه. لا حبيبي تعمل بيها ايه؟ تعمل بيها ايه؟ ما هتلاقيها خلف. حاسه ان الحكومه مراقبه العمليه، قالت كده هتلبس التهمه لوحدها. كلنا خايفين يا ابي. مفيش غير طريقه واحده. طريقه واحده نتاكد اذا كانت الشنطه في الصون جوه الاوضه ولا لا. ايه هي؟ نفتش الاوضه. تفتكر الطريقه دي ممكن تنجح يا ابي؟ تنجح، بس هو المشكله ان هي جوه الاوضه واحنا بره الاوضه، واحنا اللي عايزين نفتش الاوضه، فيبقى لازم احنا اللي جوه الاوضه وهي اللي بره الاوضه. طب هنطلعها بره الاوضه ازاي اذا كانت هي جوه الاوضه واحنا بره الاوضه؟ في الوقت اللي احنا عايزين نخش جوه الاوضه وهي تبقى اللي بره الاوضه. بالراحه احسن، هيغمى عليا. لقيتها. احنا نديها تليفون نقول لها اطلعي بره الاوضه عشان احنا هنفتش الاوضه، تقوم طالعه نفتش. مش خلاص؟ بقول لك ايه؟ من دلوقتي الاسم على اتنين. ماشي. بلا شلبي بلا كلام فاضي. بلا كلام فارغ. احترم نفسك وانت قاعد. دولابي ايه؟ هتخبي شنطة مجوهرات في الدولاب. شنطة ايه؟ شنطة شنطة ايه؟ مش شنطة وتقول لي مش في الدولاب يعني غبي؟ انا اللي قلت يا ابي. يلا بينا، بس عايزين نراقب الجو واحنا خارجين عشان ما حدش يشوفنا. ايوه اهلا، عملت اللي عليك قوي، كتر خيرك قوي يا عباس. هات الشنطة يا عباس. الشنطة عباس. قولي 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 قولي. ايه اللي جابك؟ انت يلا بينا يا شلبي. يلا بينا مين؟ اتكلمت ولا ايه؟ انا مش شينا. جدع اسمه ايه ده خد الشنطة من اوضتك؟ خدها؟ مين اللي خد الشنطة؟ حامد خدها. ايوه حامد. وانتوا ايش عرفكوا بقى؟ احنا شرفنا من كل حاجة. وليس التهانم هو احنا شفناه بعينينا وهو واخد الشنطة من اوضتك وخارج بيها. وايه بقى اللي طلعكوا اوضتي؟ اللي طلعنا ما تقول لا العظيم يا سيدي. ما انا قلت اهو، انا اصل انا هقول لك اصل الواد السوسه ده ضحك عليا وقال لي تعالى ناخد الشنطه. والله هو ده السوسه. السوسه وبعد كده بقى لما اخدناها ظهر لنا حامد ومعاه المسدس وخطفها مننا. ما هو ده اللي انا عامله حسابه. اتفضلوا معايا. على فين؟ يلا. اني ما حالا ما حاتي ماتا اني ما حالو بحاتي لوبيا.
ايه ده؟ كده بسمة؟ المقالب والحركات اللي بيعملها في كل الناس وفي اعز اصحابه كمان. ساعه ما فتح الشنطه وشه زرد وبقى زي الدم وعينيه طلعت لبره زي ما يكون هيفرقع. يا ريت يا ريت يفرقع ويطق ويموت كمان. بعد الشر عليه يا ست بسمه. ايه ده يا شعلان؟ انت بتدعي له؟ انا يا فندم عايز اسلمه صاحي علشان ارجع لشغلي وبرضه عشان اقبض المكافاه. الليله دي ان شاء الله هتقبض عليه متلبس وهيكون معاه الشنطه. طب يا فندم نستاذن احنا عشان حضرتك تقدر يعني تقدر تستريح شويه. استاذن انت لوحدك، خلي صفية معايا، هنشوفك بالليل في الحفلة. الله، واحنا هنحضر الحفلة؟ طبعا، مدام سحامد ده لسه في اللوكاندا يبقى مش ممكن اسيبها لما البسه الاساور تاني واستلم الشنطة. ماشي، يبقى انا لازم اروح اغير هدومي عشان البس حاجة مناسبة للسهر. لا مفيش داعي، احنا ممكن نلبس هنا، انا اشتريت شوية فساتين ومتهيالي يعني انه ممكن واحد فيهم يعجبك. بس مفيش وقت للبسبسة. يلا انت بقى يا شعلان تعالى نشوف هنلبس ايه. يلا. طب وانتوا هتغيروا فساتين؟ انا هلبس برضه فساتين ولا حاجه. ليه يا اخويا وانت هتلبس حاجه من عندنا؟ روح شوف لك حاجه تلبسها بسرعه. وبعدين بقى في الدوخه دي. يلا. نفس الخطه دي تمشي زي ما احنا عاوزين. انا خايفه قوي، ان شاء الله هتمشي. شيز مي لابس تلكيتي كمان شينجر بسمة رينجي دقة بسمة باكستين دقة رينجا. لا دول من ساحل العاج. لا 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 مش اظن بقى كده مش ممكن يكون حد عرفني ابدا. الهجلي يا ابي قال حد يعرفنا. يا شيخ انتي حد يعرفنا. انتي بقى الناس كمان ورانا لا بره. جيجي مرزوقه تعالى جنبي. جيجي مرزوقه تعالى جنبي. تعالى جنبي تعالى جنبي. سادتي مساء الخير، اهلا بكم في مهرجان يوم افريقيا ونقدم لكم وصله من الفن الشعبي الافريقي.